يا الحارب، اهلا وسهلا فيك. بونسوار. مره جديده كل اسبوع بنقول لك اهلا وسهلا فيك، بس انه خلص يعني من اهل البيت. بيير، الاسبوع الماضي حكينا عن فيلم حلو كتير، باد مامز كريسمس، هالفيلم الكوميدي للعائله هو بس للكبار شوي اكبر صغار. خبرنا. رح حضرته للموفي، فت عندي كان اكسبكتيشنز عاليه، توقعت عاليه للموفي. بس يعني الموفي كان بيضحك مثل ما كنت متوقع، انه اتس ا كوميدي. اوكي، الكاست كتير حلو، سوزان سراندن اخذت الموفي كلها لحالها يعني. انا كنت عم بنطرها بس تبين هي على سكرين لسوزان سراندن، كتير كتير شاطره، مش ضروري حتى احكي عنها. بس الموفي فات باللي بسميها انا لعنه السيكولز، اللي هي انه الجزء الثاني اللي بيجي من بعد الاورجينال، لانه الاورجينال ما تقدم لنا شيء فريش، ضحكنا كلنا وهيك. فاجا ثاني جزء اخذ شو نجح باول موفي وجرب يعيده ويزيده بثاني جزء، فكأنه عم تسمع نفس النكتة تاني مرة. سو أول مرة سمعت النكتة أنت تضحكت، تاني رح تسمع النكتة رح تضحكي بس مش قد أول مرة، وليت رقان ما بقى رح تضحكي أصلاً. فتالت جزء اللي عمله بيير حتى بس لا، الموفي كان يعني حلو بيسلي، بس ما تتوقعوا جمال أول جزء وكأنه السبيريت تبع أول جزء. يعني مياه كنت حابة تحضر الفيلم أول شيء؟ هلا خلص بطل أكستي. أنا بدك حضري يكون أنت الجادج على الموفي، لأنه رح تضحكي رح تنبسطي بالموفي بس مش مثل الأول. يعني بالأول جزء شفنا الأخطاء إذا بدك اللي بتعملها كل أم بالعائلة، والأشياء اللي بتضحي فيها كرمال عائلتها. بالجزء الثاني كمان عم زين على ريليشن شيب بين هن وامهاتهم وشو وصلهم لهالبوينت. بس كمان ستيل انه اتس فن، بس مش مثل ما انا كنت اتوقع. هلا احنا نحكي يلي رح تنزل هيدا الاسبوع. هلا هالاسبوع رح نبلش اول شيء بواندرستروك، بنشوف التريلر ونحكي عنه. Why did my father have this book? Another time, okay? When it's the right time. It's never the right time. Discover an extraordinary and enchanting world of breathtaking imagination and wonder. And the papers want to know whose shirts you wear. Now it's time to leave the... How do you know my name? Wonderstruck. خبرنا أكثر عنه بيير. أوكي، سو هذا الموفي بيست على نوفل، والقصة بتمشي بتو جنريشنز تكنيكلي، هن الفرق بيناتهم 50 سنة. تريلر شوي معقد يعني ما قدرنا كثير نعرف ونفهم من المشاهد اللي شفناهم. مزبوط. عشان هيك بعتقد من خلال القصة رح نقدر نفهم نحن شو بيربطهم ببعض، البنت الصغيرة يلي من 50 سنة صايرة، والصبي يلي كمان ماشي هلا بقصته له. فهو عم يفتش على بيو، وهي عم تفتش على شيء، بس انا شو هذا الشيء. اوكي، فبنمشي نحن ستيب باي ستيب ان باراليل مع الاثنين، مع التو كاركترز، واثنيناتهم هن ما بيسمعوا الكاركترين. سو هذا الشيء اوريدي صار انكم ما بين بعض، وهون الاحداث بعتقد رح ترجع ترتبط. يس، الاحداث اكيد رح ترجع ترتبط بعدين. 50 سنه وبنشوف اصلا بتريلر في حدا كانه مره كبيره كتبت له على ورقه اسمه بان، وفرجته اياها قالها هاو دو يو نو ماي نيم. فبعتقد هاي هي البنت الصغيره اللي صارت كبيره، سبع شو بيجمعها بعد في للكاركتر، بس ترى عبالي اشوفه للموفي يعني. فعلا يعني بنحس بالتريلر انه كثير من الاشخاص كثير لفت لهم نظرهم هذا الفيلم. واللافت بيير انه اللي عم تلعب دور روز هي اصلا فتاه ما بتسمع. صح. وكان عم بيحكي للمخرج ومع كل الكرو انه اليوم الاشخاص بركي بفكروا انه اذا شخص ما عم بيسمع اصعب انك تتعامل معه، ولكن لا، اخترعوا تكنيك جديده. لما كنت عم بحضر المقابله انه مثلا صاروا يستعملوا علومه اذا في محلات مثلا بدهم يقولوا له انه هيدا البوينت، قصص صح مثل كيو كاردز. صح، هين عليها اكثر بالتمثيل، وبنفس الوقت لا ابدا هالموضوع ما سبب لهم مشكله. بعدين هذا الشيء بزيد شيء كثير ايجابي على الفيلم، اللي هو انه بجيب لنا مثل تمثيل حقيقي. تمثيل حقيقي لكاركتر عم بيعاني من هيدي المشكله بحياته يعني، فبيوضح لنا اياها بطريقه شوي بوزيتيف اكثر. سو ليلى عبالي يحضر موفي ارتستيك، انا بعده لانه عم بيدرس الارتستيك سايد تبع التايم لاينز، وات ذا سيم تايم في يكون كثير عاطفي وكثير يمكن يتعلق بالكاركترات. Wonderstruck از ذا موفي فور يو هالجمعه. شجعنا هيدا الجمعه، خلص غيرنا موفي. وهلا بنوصل لثاني موفي اللي هو ذا ماونتن بتوين اس، بنشوف تريلر ونحكي عنه.
thousands of people, but all it takes is a stranger to change your life forever. What's your name? Oh my God! Nobody knows where we are. Ben! I can't move my leg. You have to go without me. No, we go together. And I'm gonna die. Not today. The mountain between us. كيت وينسلت كنت عم قلك انه لحقته لليوناردو على الثلج بركي بتلاقيه هونيك شو سرفايفل بيلتقوا سوا. الموفي رح عم يحكي عن دكتور اللي هو إدريس ألبا وصحفية اللي هي كيت وينسلت من أقوى الممثلين بهوليوود. بيطلعوا بطيارة لو مستعجلين ياخدوا طيارة ليوصلوا على مطرح ما هن رايحين. سنس المطار كان مسكر بياخدوا طيارة صغيرة مثل ما شفنا وبتوقع فيهم الطيارة على جبل. سو هن بضلوا عايشين اثنيناتهم وبصيروا يشتغلوا مع بعض مع انه هي بتكون كسرة أجرة. بصيروا يشتغلوا مع بعض ليقدروا يواجهوا عوامل الطبيعة ويضلوا عايشين ومع بعض يشتغلوا تيم ورك ليوصلوا لمطرح ما هن بدهم يوصلوا كمان ليضلوا عايشين. فالموفي إذا سيرفايفل موفي أكيد رح يكون موفي تقيل يعني ايموشنال رولر كوستر بحب سميه يعني بيقطع على المشاهد بكل مراحل العواطف يلي ممكن نحس فيها يلي هي من الرعب للخوف حتى نحس إنه حرام شو عم بيصير معهم للكاركترز. وأكيد بتوقع تمثيل يعني كلاس اي لانه كيت وينسلت اجان وادريس البا سوبر شاطر. سو الموفي يعني يلي عباله يحضر فيلم يضل فيلم معصب وناطر بياخده بادفنشر بياخده بمغامره. ذا ماونتن بتوين اس هو الموفي تبع هالجمعه. دائما هالافلام بيكون فيها سيرفايفل فعلا هيك منحس. واللافت انه ادريس البا اصلا من الاشخاص يلي ما بعرف اذا حاضرين التي في سيريز يلي عمله نو ليميتس. هو اصلا من الاشخاص اللي بتلاقي ما بحط حدود دائما ميشن امبوسيبل يعني عشان لازم يكون ذا نيو جيمس بوند. ما هيدا على طول كونفرسيشن مفتوحه بهوليوود انه هل ادريس البا رح يكون ذا نيو جيمس بوند بس بعد ما في شيء تاكد سو فار. صح يعني. لان دائما يعني بالتي في سيريز بنشوفه عم بشارك برالي بيتعلم بس باسبوع بيطلع بايربلينز بيعمل لوبس يعني كثير بغير اوتر جيمي اخوات كثير يعني جريء وبخاطر. بتخيل بهالفيلم رح نشوف فعلا قدره التمثيل عاليه أكيد. عنا بعد فيلم هو هن لليوم هو هن لهالجمعة. بيير نحن نكون بانتظار الأسبوع القادم الأفلام يلي رح تحكي عنه محضر شيء معين أو كمان نتركون سيربريز. سيربريز أكيد سيربريز مثل العادة. ثانك يو بيير حرب نحن بنشوفك مثل ما ذكرت الأسبوع القادم ونحن